يتبسم والقمر عتلال يتطلع فينا ويتبسم شايف حاله قبال نسم هوا الغربي نسم والقمر عتلال يتطلع فينا ويتبسم شايف حاله قبال نسم هوا الغربي نسم والقمر عتلال يتطلع فينا ويتبسم شايف حاله قبال قاصدنا من حبه فينا وعالبيدر جاي لاقينا قاصدنا من حبه فينا وعالبيدر جاي لاقينا يسهر معنا ويسلينا ويلعب دبكي عغنانينا يسهر معنا ويسلينا ويلعب دبكي عغنانينا يسهر معنا ويسلينا ويلعب دبكي عغنانينا وهوى الغرب علينا ينسم ويردد موال نسم هوى الغرب ينسم والقمر عدال يطلع فينا ويتبسم شايف حاله قبالنا شو ما إلا له بيسمعنا ومن كلمة بيلحظ عالمعنى شو ما إلا له بيسمعنا ومن كلمة بيلحظ عالمعنى شو ما عملنا بيطاوعنا وخطوة خطوة بينقل معنا شو ما عملنا بيطاوعنا صباح الخير سالي. يسعد صباحك زينب. صباح الخير. يسعد صباح جميع مشاهدي الإخبارية السورية وتحديدا صباحنا غير صباح الخير والأمطار والرعد والبرق اللي كلنا حسينا فيه بكل المناطق بسوريا. إن شاء الله يا رب الله يبعث الخير على بلادنا الحبيبة، وإن شاء الله هاليوم بيحملكم كل الهدوء والطاقة الإيجابية، وإن شاء الله هيك يكون كمان حافل بالإنجازات والنشاطات يا رب. أكيد بدنا نقول لكم ضمن صباحنا لليوم في عنا كتير من الأخبار والتقارير اللي عم نسلط فيها الضوء على أهم الفعاليات اللي عم تصير بسوريا. وصباحنا طبعا من مطعم رمان رح يكون معكم ضمن ساعة من الوقت لحتى فعلا يكون مليء بالفائدة وإجابة عن أسئلتكم اللي ممكن عم ترسلونا إياها على صفحتنا على صباحنا غير. بدي أرجع جدد التحية على سالي. سالي أنت اليوم نازلة بالسيارة، مطر كتير؟ كان في مطر كتير أكيد. كيف الوضع كان؟ يعني في زحمة سير دائما، نحن بالأمطار بيصير عنا ضغط بالسير بكافة الشوارع، ولكن أكيد بتعدي وبنمرق يعني وصلنا على الشغل على الوقت. أكيد. بدنا نصبح على جميع مشاهدي الإخبارية السورية يلي ينضموا لنا برحلتنا الصباحية لليوم من مطعم رمان. عم نطلع عليكم ضمن ساعة من الوقت لا نكون بفقرات عديدة ومتنوعة وضيوف من مجالات مختلفة. الله يبعث الخير على جميع الأراضي السورية، إن شاء الله تكون هالمطرة برد وسلام على جبالنا وأيضا على جميع الأحراج يلي تضررت. إن شاء الله هيك نحن متأمل إنه هالمطرة خير وتشد هيك بالخضار. عفوا، فقرات عديدة ومتنوعة بعد الفاصل. هلا بدنا نروح على تقرير لأهم الأخبار المنوعة حول العالم. نشوف التقرير. نبدأ أخبارنا المنوعة من روسيا، حيث شهدت حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية تنظيم معركة تحاكي معركة موسكو الحاسمة، إبان الحرب الوطنية العظمى في عام 1941.
وجرت الفعالية في الذكرى 79 للعرض العسكري في الساحة الحمراء. نشرت الحديقة الوطنية أرض الفهود فيديو يكشف لحظة التقاط الصورة الأكثر شهرة في العالم لنمر أمور التي فازت بالجائزة الكبرى بمسابقة Wildlife Photographer of the Year 2020. وتظهر الصورة التي أطلق عليها اسم بالأحضان نمرة وهي تعانق شجرة. كانت اللقطة التي التقطها المصور سيرجي كورشكوف في أرض حديقة ليوبارد الوطنية ناجحة لدرجة أنها جعلت الحيوان نجماً عالمياً. وخبرنا الأخير من الأردن، حيث يزداد طلب الأردنيين على الأعشاب الطبيعية للوقاية من فيروس كورونا بسبب اعتقاد البعض لما لهذه الأعشاب من آثار إيجابية على صحة الجسم، وذلك في ظل رفض طبي لهذه الأعشاب. وسجلت الأردن 62 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، وهي أكبر حصيلة للوفيات اليومية منذ بداية الجائحة في المملكة قبل ما يقارب 8 أشهر. أما هلأ زينب رح نروح لأحداث كتير شكلت بتتالية عبر الزمن حكاية يوم، خلونا نتابعها سوا. اليوم 29 الثاني، كتير من الأحداث مرت بتاريخ هاليوم. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم: بعام 1602 افتتاح مكتبة بودلي بجامعة أكسفورد للعامة، وبعام 1799 نابليون بونابرت بيصدو على الثورة الفرنسية وبنصب نفسه القنصل الأول وهو بمركز حاكم فرنسا، وبعام 1961 نيل أرمسترونغ بيسجل رقم قياسي بالسرعة عند طيرانه بطائرة X-15 بسرعة 6587 كيلومتر بالساعة. وبعام 1985 الروسي غاري كاسباروف بيصير أصغر بطل بالعالم للشطرنج. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1818 إيفان تورغينيف وهو أديب روسي، وبعام 1897 رونالد نوريتش وهو عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل بالكيمياء عام 1967. ومن الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1778 جوفاني باتيستا بيرانيزي وهو معمار إيطالي. هي كانت أبرز الأحداث يلي صارت بتاريخ 29 الثاني. نهاركم سعيد. تالي مساحتنا الصباحية الأولى رح نفردها لنتعرف على كل جديد بالفن العجمي. هل يوجد دورات لتعليم هذا الفن؟ شو الشيء الجديد اللي طرأ بمهنة الفن العجمي؟ كل هالأسئلة رح تجاوبنا عنها ضيفتنا بالاستوديو أكيد الفنانة التشكيلية عالية النعيمي. يسعد صباحك. صباح المطر. صباح الفل والياسمين على كل مشاهدينا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي. يعني شايفين قطع حلوة هلأ مفرودة عنا على الطاولة.
وقطع مميزة دائما لجو الشتاء، هيك خصوصية وشي خاص فيه. يمكن بالصيف الأشكال بتختلف عن الشتاء والألوان أيضا. عم نشوف قطع خشبية فيها دفى مع الشموع، خبرينا عنها. هلا أنا استخدمت مادة العجمي نفسها النباتة بإني زين الخشب والخزاف بطرق متنوعة. ممكن أنا أصبغ الخشب على لونه الغامق نفسه، وأنا زين بلون النباتة نفسه الأبيض. ممكن أستعمل لون مفرحة أكثر مثل ما حكيتي، ممكن يناسب أجواء صيفية أو شتوية. عندنا شمعدانات تمام مزينة بماء الذهب، وكمان عندنا فازة مزينة بالعجمي وبرويز. نحن بنقدر نستعمل أي خامة وأي لون وأي تصميم. يعني أنا سالي عجبني فنجان القهوة لأني بحب القهوة. تمام. فكمان أفكار بسيطة. أول شيء خبرينا عن الفن العجمي كفن، هل هو صعب التعلم؟ يعني إذا ست بيت قاعدة بدها مثلا تعمل شيء صعب التعلم، هو كيف ممكن أنه مثلا تعطيهم هيك نصائح للقصص الصغيرة ممكن تستفيد منها الست بالبيت؟ تمام. هلأ هي المادة الأساسية هي اللي بيعتمد عليها الشغل كله، اتقان تطبيق العجينة هو اللي بينجح القطعة. ففي مقادير معينة وفي مواد معينة تستخدم بهي الخلطة. هلأ أنا خلال دورات التدريب اللي عم بعملها أنا علمت السيدات والصبايا كيف يطبقوا هاي المادة ويستعملوها على خامة الخشب. ممكن تعمل فيها خط عربي أو زخرفة، وتستعملها بالطريقة التقليدية إن بعد ما تعطي ألوان تعمل المساحات النافرة بالذهب والفضة. وفي النموذج الجديد اللي حكينا عنه انه هو مودرن شوي على الخشب بنفس لونه بنفس الوان النبات اللي هو لونه عاجي، او ممكن حتى ادخل الصبغه بداخل العجينه. حلو. واستغني عن مرحله التلوين اللي بعد تفتكري فيها. أيوة. هلا سالي حامله الشمعه، كمان بتحب الشمع سالي. حلو كثير زينب، لك حتى الشمعه ذهبي مع الخشب يعني عاطي لون متناسق. تمام. يعني ما خليتي الشمعه بيضاء مع الخشب، عملناها نحن هون ذهبي، ويمكن الزخرفة بلون بماء الذهب. بماء الذهب يعني هيك قطعة مثلا هي بسيطة ولكن هي فيها فن وفيها تمام. شغل. تمام. التصميم لازم يكون متكامل، يعني أنا عندي الرسمة مع الشمعة مع المساحة تبع الشمعة نفسها، أنا قديش بقدر وزع زخرفة حواليها. نعم. وطبعا تناسق الألوان ويعني الكونتراست بينها بيعطي كمان حيوية للعمل. نعم. لكن خلينا نحكي عن باقي التصاميم كمان. هون عم نشوف مثل علبة. تمام. هي للميك اب. ممكن هي تكون علبة مجوهرات. مجوهرات. من جوا فرو. منجدة مخمل او فرو حسب الطلب. حلوة شتوية. نحن قربنا على اعياد الميلاد فهيك هدايا ممكن تكون ظريفة. حتى في الالوان المستخدمة يعني فيها نستخدمها باكثر انه مجوهرات ميك اب او حتى شوكولا كهدية. تمام. يعني تطلع حلوة. تمام. هلا هي منفذة بطريقة العجمي التقليدية اللي نحن بنعمل النباتة اولا هي المساحة النافرة، وبعد ما تجف بنوزع الالوان وبنلون الزخرفة النافرة بالذهب او الفضة او البرونز. هي بس قبل ما هي خشب ولا شو؟ هي خشب العلبة نفسها خشب. تمام. يعني ايضا عم نشوف مثل كمان شيء فينا نصمده بالبيت ونحط عليه صوره ايضا بطريقه مختلفه، ما انه كادر عادي مثل ما بيحطوه. ايضا هذا الشيء كمان مصنوع من الخشب، داخله شيء ثاني من العجمي. هلا هذا الاطار مصنوع من ماده الخشب وملبس قشر باشباي او سنديان حسب الرغبه. هلا كل نوع خشب بيعطيني ملمس او عرق مختلف، فكل نوع بيناسبه نوعية شغل. مثلا إما أنا أشتغل باللون الأبيض السادة أو أشتغل عليه ملون، فالتصميم بيكون دائما أخذ دراسة من بدايته لنهايته. صحيح. طب خبرينا، في إقبال على الدورات التعليمية لهيك مثلا فن، خاصة أنه الفن العجمي يعني عم لاقيه أنه ممكن تساوي أو تطوعي أي قطعة عندك قديمة بالبيت لحتى تعمليها بالفن العجمي. تمام. كيف الإقبال؟ هل في ناس استفادت عم تسوق لحالها؟ هلا انا كل سنه تقريبا بعمل دوره تدريبيه، والدوره بتكون عباره عن 8 جلسات او 9 جلسات بناخذ فيها كل المراحل اللي بيمرق فيها هذا الفن. بنهايه الدوره كل متدربه او متدربه بياخذ معه لوحته الكامله من انجازه. يعني هو عنده لوحه كبيره
وعنده لوحة صغيرة يلي هي تعتبر مثل المسودة أو التدريب على جنب، فلما بيتقن هاي المرحلة بينتقل للكبيرة وبينفذها، فبتطلع بالنهاية هي لوحة متكاملة بيفتخر فيها وبذكراها. وفي كتير صبايا كملوا وحبوا المجال، ويعني خصوصا الناس اللي عندهم أرضية بالفن، يعني مثلا هي طالبة زخرفة أو طالبة فنون جميلة، فكتير بيحسوا أنه هاي المادة سلسة. حلو. دائما الفنان التشكيلي أو الفنان اللي بيشتغل هيك شغلات بيكون عنده شيء للتجديد، يعني ممكن يكون عندك قطعة في هيك شغلات ممكن تضيف لها رونق آخر، ممكن تضيفيها لهيدا القطعة، أو قطعة قديمة مثل خلينا نقول إعادة تدوير بعض القطع اللي نحن موجودة عنا، شموع قديمة، هدول القصص. قديش هيك في قدرة على التجديد؟ بيكون التجديد بشيء أحلى يعني. تمام. هلا هو الفن والابداع انك تنقلي القطعه من كونها قطعه تقليديه او عاديه موجوده عند الكل الى قطعه مميزه وفريده. فنحن حتى عندنا المقات هون اذا ملاحظه، نحن هو ممكن انت تاخذيه من اي مكان بشكله العادي، نحن هون فينا نضيف عليه الزخارف، وانا هون حطيت الماده العجمي نفسها الملونه بطريقتي على المق. هاي الماده لها طريقه للاعتناء؟ يعني مثلا اذا حدا هلا في معامله خاصه للخزف او الازاز، انه انا لما بدي احطها بدها تكون اجمد من وضعها الطبيعي. وطبعا في مراحل من العزل بتخليها قابله انها تنغسل وبامان، يعني بس بعناية. طبعا بعنايه، يعني هيك قطعه الواحد بيستعملها بلطف، يعني بيكون فخور فيها وعزيزه عليه. تماما. طيب خلينا نحكي، بما انه الفن العجمي عم يطبق على هيك قصص الاستخدام بالبيت، ان كان تزييني وان كان بالمطبخ قطع، يعني عم نشوف اللي جايبتيهم معك، كيف عم بتكون مثلا تكلفه المواد اللي عندك؟ ممكن اي ست يكون عندها هي المواد تقدر تعمل مثلا مثل ما انت ورجيتينا هلا كاسه مك، مثلا اي ست فيها مثلا تجيب هدول المواد تزين عندها شغلات قديمه بالبيت تعيد تدويرها؟ هلا المهم اتقان الخلطه، فهي يعني العمل هي متكامل. العجينه لازم تكون مزبوطه، وكمان يعني انا ما فيني انتقل واشتغل على كاسه مدوره الا اذا انا اتقنت اولا اني اشتغل على سطح مستوي. فلازم يكون في مرحله من الخبره تثبت اني انا بقى اتناول خامات جديده بس بتلون. ايه تمام، بس انا يعني لازم امرق بمراحل من الخبره والاتقان لحتى اقدر بقى اضيف خامات جديده وغير وعمل شيء غير تقليدي. بالختام الفنانه التشكيليه عاليه النعيمي بدنا نتمنى لك كل التوفيق، اكيد نحن وقفاتنا حتكون ثانيه بمشاركتك، خلينا نقول بشغلات هيك بتخص الاعياد المقبله، ان شاء الله هيك بنشوف التميز دائما هو العنوان لجميع القطع اللي انت عم تقدميها. شكرا لك، اهلا وسهلا. نحن كمان نتمنى لك التوفيق بهذا الخط اللي هو الفن العجمي، وان شاء الله هيك يكون في كثير من البنات اللي عم يتعلموا، لانه المهنه هلا صارت كثير اساسيه بحياه كل حدا، كل شب وصبيه خلينا نقول. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. اما هلا زينب رح نروح لمحافظه السويداء وزياره خاصه لمتحف زيوس الذي يعد من اهم المعالم والأوابد الأثرية على الحضارة السورية المتجذرة في التاريخ. خلونا نتابع سوا. يعتبر معبد زيوس في قنوات من أهم المعابد والمواقع الأثرية في المنطقة الجنوبية، حيث كان يعتبر كبير الآلهة وسيد السماوات. أقيم المعبد على ثلاث مراحل كان آخرها في القرن الثالث الميلادي، ويعتبر من أهم المعابد من الناحية المعمارية. معبد زيوس بقنواته من أهم المعابد في هذه المدينة، يقع في المدينة تسمى المدينة الفوقة، وهي كانت مجمع للمعابد، يوجد فيها أكثر من معبد، من أهم هذه المعابد هو معبد زيوس. زيوس هو كبير الآلهة في المنطقة، وهو سيد السماوات، وهو قرين كان أو الخلف للإله بعل شمين. قامت المديرية العامة للأثار والمتاحف ودائرة أثار السويداء بالتنقيب في هذا المعبد في عام 97 عام 97 وفي عام 2000 بالبعثة السورية الألمانية المشتركة. بدأت في هذا المعبد إظهارات جديدة، أقسام هذا المعبد بدأت بشكل أفضل. طبعا المعبد جزء لا يتجزأ من النسيج المعماري القديم للبلدة. هلا القنوات طبعا هي على أهمية كبيرة ومستوطن قديم لإنسان العصر الحجري الحديث بداية من 1000 العاشر قبل الميلاد، واستمر هذا السكن في العصر البرونزي
دلت على ذلك الاكتشافات وخاصة في المواقع الشمالية من قرية قنوات، وصولا إلى الألف الأول قبل الميلاد وهو عصر الحديد، حيث هاجرت قبائل آرامية وسكنت على أطراف هذه المنطقة، وصولا إلى العهد النبطي، وكانت قنوات تتبع إلى مملكة سيح، حيث المحج الأساسي للأنباط وجود معبد بعل شمين وهو سيد الآلهة النبطي. كانت قنوات عضو باتحاد المدن العشرة الديكابوليس من الفترة الهلنستية وصولا للمية وستة ميلاد. تشتهر بلدة قنوات بوجود الكثير من المواقع الأثرية المهمة، منها مجمع المعابد وبرج الأجراس ومجمع الكنائس، وتسعى المديرية العامة للآثار والمتاحف ودائرة آثار السويداء لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية للمواقع الأثرية الموجودة في المحافظة. من السويداء للإخبارية السورية، شام حمدان. سالي، ومجموعة من الأخبار الغريبة والطريفة منتابعة بهالتقرير. هل تعلم أن الضحكة القوية التي تنبع من الداخل وتسبب إفراز الدموع هي لحماية المخ من تقلص المادة الرمادية؟ كما تعمل على تقوية المناعة بشكل أفضل من المعتاد وتجعل الإنسان يظهر أصغر عمراً على المدى البعيد. وهل تعلم أن بعض الأشخاص ليسوا عصبيين ولا انطوائيين ولا مكتئبين، بل هم فقط لا يتحملون الدراما ويبتعدون عن المشاعر الزائفة بطريقتهم العفوية، فيتم اتهامهم بالخطأ؟ فعموماً عندما يقرر الإنسان أن يكون على طبيعته دائماً تزداد فرصة أن يواجه أحكام باطلة من الآخرين. وهل تعلم أن الذاكرة تظل وفية للشخص الذي ساعدك ووقف بجانبك في الوقت الذي تخلى عنك الجميع؟ وفي هذه الحالة ستظل تتذكر هذا الشخص على مر السنين وقد لا تنساه أبداً. السبب في ذلك أن الذاكرة تحتفظ باللحظات التي تركت وقعاً نفسياً عليك وتبقى مخزنة في الذاكرة طويلة المدى. وهل تعلم أن أغلب الردود المناسبة والذكية في النقاشات لا تخطر على بال الشخص إلا بعد انتهاء المحادثة وفوات الأوان؟ وهناك إحصائية تفيد أن 40% من البشر ينتابهم الشعور بالندم بعد النقاشات، وهم الفئة الأكثر عرضة لتحسين ذكائهم التفاعلي. زينب، فقرتنا هلأ بتهم كتار ويمكن كتير هلأ عم يسألوا عنا. مع تبدل الفصول وتقلبات الطقس منشهد أمراض موسمية، الجريب، نزلات البرد وأيضا السعال والحساسية اللي بتختلف بين الفصول. الأطفال هم الأكثر تأثراً، أول شيء لعدم سيطرة أحياناً الأهل على تصرفات خروج من المنزل، يمكن بيكون دفى جوا بيطلعوا لبرا فوراً، حتى بالمدرسة أيضاً. فخلينا كل هالتفاصيل نعرفها ونتعرف عليها مع الدكتور وائل شحادة، أخصائي بعلاج الأطفال. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور. يعني كنا عم نحكي تحت الهواء نحن وياك أنه هلأ كل الأولاد، يعني أغلبية العائلات والأمهات السورية عندهم هم أولادهم يمرضوا بهيك جو. السؤال الأول، هل الجو مرتبط بنزلات البرد وخاصة الأطفال؟ هلا هو طبعا احنا فيروسات الانفلونزا معظمها بتنشط بالطقس البارد، يعني حتى لاحظنا انه عم تيجي حاله موجه جديده من فيروس كوفيد 19 لانه استغلت الطقس البارد الموجود حاليا. متى ما تبدل الطقس غالبا هون بقى جو الفيروسات بتلاقي مناخ مناسب لها، فطبعا تبدل الطقس بيلعب دور كبير. نعم. يمكن الاطفال بيقولوا يعني اكثر تاثرا ولكن مناعتهم بتكون شوي اقوى من الكبار، ولكن بيتاثروا دغري بنزلات البرد وممكن يكونوا ناقل للعدوى، سواء اذا كان بفيروس كورونا ولا بالجريب. خلينا نحكي عن قديش الأطفال هن الناقلين للعدوى، قديش أيضا مناعتهم بتكون قوية ولكن هن أكثر عالم يصابوا بنزلات البرد. تماما. إحنا بالنسبة للأطفال أنا بحب دائما ميز الفئة العمرية اللي تحت السنة، إنه هي دائما وضع مختلف عن الأطفال اللي أكبر من هذا العمر. تحت السنة نحن بس يصير الطفل عنده زكام بنلاحظ فورا صار عنده صعوبة رضاعة، وهذا الشيء اللي معظم الأهل بيرتعبوا منه إنه ابنه ما عم يرضع، ففورا بتخاف عليه الأم.
الطفل بيرفض الرضاعة لأنه هو أنفع من سد، فبفضل الهواء عن الغذاء، حيفضل أنه يتنفس عن أنه يرضع. فهون حنلاحظ مع رفض الرضاعة الطفل حيبلش يتعب أكثر، يوهن أكثر، فهون كثير حنا نكون حذرين مراجعة الطبيب الأخصائي لنتغلب على هالمشكلة. بس بنفس الوقت هي ميزات هاي الأعمار إنه هي ما بتتحرك، فهي ما لها ناقل للمرض تماما. الصغار كثير تحت السنة هن ما بيتحركوا، فهن غالبا حيكونوا ضحية لأطفال أكبر منهم بالبيت، رفقاتهم أخواتهم اللي عم ينقلون العدوى أكثر من غيرهم. تماما. يلي فوق السنتين وبالثلاث سنين هون مثلا صرنا بالروضة وبالحضانة، الأطفال طاقة كبيرة، حيوية كبيرة، نشاط كبير، فعاملين له امراض لبعضهم البعض، وهن نفس الوقت ما عندهم يعني هون قدره يتخذوا اجراءات وقائيه. قد ما حاولنا نعلمهم غسل ايديه، انه يكون معهم منديله خاص، كمامته خاصه، ما عم يستجيب بشكل كثير كبير. صح. نعم. طب دكتور كيف في الام يعني هلا اكثر السنين اللي هي مخاطره اللي بتروح على الروضات بيقعدوا بعضهم الاولاد وهيك، وبيجي يا بيجي ابنها ما عاد يا اصلا بيكون مرضان وبيادي رفقاته، وخاصه بهذا الجو يعني من عمر السنتين للاربع سنين كثير عم نشوف انه اولاد هلا مرشحين. تماما. كيف فيها الام تخفف من نزلات البرد للولد؟ لا هون ممكن نعتمد على تدفئه البيت، تدفئه الطقس، انه الطفل يرتدي لباس شوي سميك، يكون عنده لحشه الصوف، يكون عنده طاقيته، يحط كمامه. طبعا هي صعبه، بس ممكن نعلمه انه غسل ايديك ماما بس قبل الحمام وبعد الحمام، اذا لمست حدا او صافحت حدا. هون ممكن الولد يستجيب للام اكثر ما يستجيب للانسه بالمدرسه او رفقاته. نعم. فهون دور الام كثير ضروري بصراحه بهذا الوقت. المشروبات الدافئه دائما تكون موجوده بالشتويه عشان يخفف البلغم الموجود تالي السعال. صحيح. يمكن مثل ما ذكر الدكتور في شوي الام دورها كثير كبير اكيد، واي حدا متواجد بالبيت. خلينا نقول الطفل مثل ما ذكرت زينب بالمدرسه بيكون مريض او عمي او رفقاته مرضانين وطبعا عم يعدوا بعض، فقديش مهم اول ما يوصل الطفل على البيت مو دغري يفوت على المطبخ او دغري يفوت على اوضه النوم، قديش لازم انه الام تكون حريصه على نزع ملابس الطفل تبع المدرسة يمكن وضعه لأنه نحن هلأ تماما لأنه هلأ نحن بموسم حرج وانتشار فيروس كورونا، يمكن لازم يديروا بالهم كتير مني على هذا الموضوع أنه خلع الملابس ودغري تغسله تلبسه بيجامته تلبسه التياب البيت، قديه مهم هذا الشيء عند دخوله المنزل يعني من وقت دخوله المنزل. تماما. هلأ بصراحة فعلا نحن لازم أنه الطفل لباس مدرسة ما يفوت فيه لبيته فورا، أنه بس نخليه برا يكون في علاقة خاصة للثياب على جنب الباب، جنب الباب عشان الطفل فورا يبدل ثيابه، ويفضل يعني ياخذ شاور مي دافي اذا في ما تسيل اذا في او يغسل وبعدين بحسن يمارس نشاطه العادي ضمن البيت. نحن كمان شفنا بعض الدول انه بالروضات عم يكون في تعريض الطفل لهواء ساخن او خفيف ممكن نوعا ما يضيع بعض الفيروسات او الاشياء العالقة ضمن الملابس. تعقيم كان احنا هلا كمان يمكن سالي بعض الامهات كثير عم يخافوا على اولادهم انه كورونا ولا رشح عادي، صار في اختلاط بين المرضين، وفي كمان يمكن شويه استهتار ببعض الادويه اللي عم تنعطى للطفل وتضعف له مناعته. كمان خلينا نحكي بهذا الموضوع لانه هذا شائع جدا، وكل ام اول ما بتطلع حرارته اول ما بيسعله شوي بتعطيه من عنده دواء اللي تعودت عليه ما بتراجع طبيب. تمام. فكمان خلينا نحكي عن هذا. هلا بصراحه احنا كثير بنركز احنا عند الامهات اللي بيراجعونا بالعيادات انه الغايه من زياره الطبيب مو دائما هي وصف الدواء، يعني انا كثير اوقات مثلا احنا الطفل الغايه انه مراقبته وتشخيصه، يعني بيهمني اشخص الطفل هل هو التهاب قصبات شعريه، هل هو زكام عادي، وقت ما وضعنا التشخيص الصحيح فاحنا حنعطي علاج بشكل انسب. استعمال العشوائي للصادات اكيد رح يضعف مناعه الطفل. الحمد لله حاليا عم نشوف احنا في وعي من الامهات انه لا انا ما احب اعطي ابني دواء التهاب، انا ما احب اعطي ابني دواء بدون ما انه يكون له مبرر. صحيح. فلا احنا يفضل بحالات زكام اي شيء شكينا فيه لو انه اخذنا التشخيص الصحيح والمراقبه كافيه. صح. تماما. هلا بيقولوا ايضا اذا ولد بالبيت مرض فهو خلاص معناته البيت كله لازم يمرض. قديش ايضا مهم عزل ادوات الطفل في حال كان مصاب بنزله برد جريب وايضا حتى كورونا يعني. فنحن لازم نتعود يصير مثل الجريب عادي، فلا بس لازم نحن ناخذ احتياطاتنا بشيء معين مشان ما ينقل عدوى لاخواته قدر الامكان للاب للام. قديش المفروض يكون ادواته خاصه فيه ما يلعب مثلا فيها اخوه، او مثلا المعلقه او كاسه المي اللي بيشرب فيها الطفل تكون خاصه فيه، قد كمان لازم الاهل ينتبهوا على هذا الموضوع اللي هو
كثير مهم. تماما. هلا هو بصراحة احنا الكورونا احنا بالرغم من الآثار السلبية على المجتمع بشكل عام لأنه فادتنا بناحية انه وعتنا لهالإجراءات. صح. يعني هذا الشيء كان المفروض يكون من قبل الكورونا ودائما احنا نكون متبعينه. الطفل كاسته لحاله، مشكيله لحاله، معلقته لحاله. تماما. مو ضروري رح يكون في مشاركة لأدوات ما بين الأطفال. هذا الشيء احنا الكورونا وعدتنا له اكثر بس هو لازم يكون اكيد موجود من البدايه. وايضا بالمدرسه تنبهوا انه بالمدرسه لا تاخذ غراض تماما انه احيانا والله انه بدور فيه مثلا نوع من اللعب او نوع من انه التودد له يعطيني كاسته خذ كاسته فهذا الشيء كمان خاطئ يعني ما بس اللي احنا انه نتعلم الطفل خلي غرضه خاص فيه خلي كل طفل كل غراضه اشياءه الخاصه لحتى ما ينقل العدوى لا له او لغيره. صحيح. تمام. طب دكتور شو هي هيك يمكن مثل ما بيقولوا الاجراءات الاوليه اذا الام حست ابنها بلش يعطس بلشت شوي حرارته ترتفع يعني الاجراءات الاوليه لبين ما تاخده اذا دهورت الحاله تاخده عند الطبيب كيف ممكن تتعامل مع الحاله بدون ما تخبص له ادويه؟ تماما. هلا اول شيء انا متى ما حسيت انه طفلي عنده حاله زكام او حاله ارتفاع حراره نقيس هالحراره يعني يكون عندي اشياء تتراقب درجه حراره الطفل. نحن غالبا الحراره بتكون 38 وتحت ما هي الحرارة اللي كتير بتعطينا عقوز خطر انه ننتبه لها، متى ما الحرارة فوق 38 هم ننتبه، وخصوصا انه كثير الاهالي بخافوا من موضوع الاختلاج الحراري. صح. يعني بيكون شايب بالعمار من 6 ل 2 ونص، فهون دائما الحرارة اكثر شيء يقلق الاهل، الحرارة اللي تحت 38 نادرا ما انه تخلج الاطفال. فانا متى ما حسيت فيها الاعراض دفي الطقس، تسمك له باللبس، امنع مشاركة ادواته مع ادوات اخواته او اذا عندي حدا كبير بالعيلة. ففورا اني اعزل هذا الطفل نعطيه مشروبات دافيه وتدفئه بشكل جيد الغذاء بشكل جيد انه طبعا الفيروس اللي بيحاربه هو المناعه. صح. والمناعه الجيده بدها غذاء جيد. صحيح. نهتم بغذاء الطفل فان شاء الله بتسيطر الام على معظم اعراض الزكام اللي بتصير عند الاطفال. نعم دكتور سؤال كثير مهم وايضا كل الامهات بتسال عنه هو اللقاحات الطفل بوقتها طبعا خلينا نقول الرضيع الشيء واللي بلش بالمدرسه بالحضانه والتحضيري هدول القصص ايضا لقاحاته شيء ثاني قد ايه مهم ايضا الام تدير بالها على اللقاحات الدوريه يمكن من فتره يمكن زينب من فتره شهرين بالضبط لقاح كان متواجد بجميع المراكز الطبيه وايضا في فرق جواله ايضا ما تتهاون الام باللقاح كمان هي النقطه بدنا نوضحها. تماما. هلا صراحة نحن قبل كان في كثير اللقاحات تهتم فيه العالم، بالأزمة السورية نشر إشاعات إنه اللقاحات ما لها آمنة أو ما لها سيئة أو محفوظة بشكل غلط ولوقون تقحولاتهم. أبدا. هذا الشيء بصراحة كان تأثير سلبي ومغلوط عند الناس يعني، اللقاح شيء جيد للطفل، أنا أهرب من اللقاح ليش أهرب من اللقاح؟ تماما. أو حملات التلقيح مثلا نحن شاركنا عدة حملات تلقيح خاصة الحلاوة أن الحملات التلقيح هي مجانية. تماما. يعني متوفرة. صحيح. لجميع الأطفال وخاصة مرض شلل الأطفال يعني اللقاح كمان يعني مجاني متوفر للكل إن كان عبر سيارات جوالة أو عبر المستوصفات أو العيادات كمان. نحن من خلال حتى شاركنا حملات التلقيح يعني كان يستهدف الأهالي قريب لبيوتهم لحتى بس إنه ينزل بس مشان يأخذ هذا اللقاح حرصا منا على سلامة الطفل بهذا الوقت. نعم. فأكيد احنا كل طفل عنده دفتر لقاح، دفتر اللقاح لازم يكون مستكمل بشكل كامل. صحيح. وهي لقاحات من وقت ما بيخلق الطفل لعمر السنة ونص معناه عنده لقاح في الصف الأول ولقاح صف الثالث. يعني هي عبارة عن زيارة شهرية، مثل ما تفضلتي إنه هي مجانية متوفرة وآمنة، برجع بركز إنه هي آمنة، ما في أي شيء كلام للقاح فاسد أو غير جيد أبداً. يعني شو بتقلنا كمان هيك أهم النصائح للوقاية من طبعا الرشح أو الجريب وخاصة للأطفال؟ تماما. هلا نحن طبعا بلدنا هي من البلاد اللي بتشتهي بالحمضيات واللي غني بفيتامين سي، فنحن كثير بنحرص انه الأطفال يتناولوا فيتامين سي خلال فترة الشتوية لو ما في حمضيات ونعرف كنا حاليا غلاء أسعارها ممكن يعتمدوا على الفليفلة الخضراء اللي هي بتحتوي على فيتامين سي بشكل جيد. تماما. البندورة الفريز كان خلال الصيف كمان يحتوي على فيتامين سي. ممكن يعتمدوا على الأغذية الجبنة الحليب البيض كلها هي اللي بترفع مناعة الطفل عشان يتغلب على الأمراض. الأكلات اللي فيها ملونات أو فيها مواد صناعية هي يفضل نبتعد عنها. وحتى السكريات بالرغم أن الطفل بيستسيغ طعمها أكثر بفضلها اكثر من غيرها بس هي بتخفض المناعه وما لها اي فائده صحيه
فنحن لا بدنا الاكل له فائده صحيه. نعم. يعني يا دكتور مع هالمعلومات اللي قدمت لنا اياها وايضا ان شاء الله يا رب تكون الرساله وصلت لكل بيت فيه اطفال، الله يحمي الاطفال جميعا ولا يضر حدا، بدنا نتمنى لك يوم جميل دكتور والسلامه والصحه للجميع. شكرا كثير على المعلومات اللي قدمتها. شكرا لحضرتك، شكرا لبرنامجكم واهلا وسهلا فيكم. شكرا لوجودك معنا دكتور على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. اما هلا بنروح للحسكه سالي، الكاميرا الاخباريه اللي رصدت فيها الانشطه اللي عم بينفذها برنامج سبل العيش في فرع منظمه الهلال الاحمر العربي السوري بالحسكه لدعم المشاريع الصغيره، التفاصيل مع مراسلنا بالحسكه احمد الحمدوش. استفاد عدد من النساء من مشاريع المبادرات الاقتصادية الصغيرة التي ينفذها برنامج سبل العيش في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالحسكة لدعم المشاريع الصغيرة. مشروع سبل العيش هو للطبقة الناس الأقل ضعفاً بالمحافظة، وبسبب الظروف اللي عم تعيش منها المحافظة والوضع المعيشي قدمنا منحة عنا للمستفيدين مثل تبعات الحرف اللي مثلا كان عنده محل صالون حلاقة أو مركز خياطة أو كذا، كمان قدمنا هدول المشاريع لهدول الناس القاطنين ضمن محافظة الحسكة. بالنسبة لمشروع المبادرات الاقتصادية الصغيرة هو إعادة أحياء المشاريع اللي كانت موجودة عند المستفيدات قبل، ولكن خسروا الأصول اللي كانت موجودة عندهم جراء الأزمات، جراء التهجير، جراء النزوح المتكرر للمستفيدين. عم نشتغل مع النساء المؤهلات بالمحافظه بالاضافه للمجتمع النازح عندنا بالمحافظه، نرجع نعطيهم جرعه امل انه يرجعوا يشتغلوا ويفتحوا مشاريعهم اللي كانوا هم شغاله قبل، نساعدهم بالاحوال المعيشيه الصعبه الموجوده حاليا. كانت حياتنا تعبانه، سمعت انه في تسجيل سبل العيش الهلال الاحمر بالحسكه، فقدمت على المشروع، كان مشروع غذائيه، الحمد لله توفقنا بهالمشروع. ويركز المشروع على أحياء بعض المهن والنشاطات التجارية التي لم يعد أصحابها قادرين على الاستمرار بها في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، لا سيما المهجرين من مناطقهم، ولمساعدتهم في تأمين مصادر دخل ثابتة تسهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية. ويعمل المشروع على تأمين معدات إنتاجية ل150 امرأة يمتلكنا خبرة سابقة في مهن مختلفة. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة. يمكن بحياتنا اليومية زينب أو مثلا بقعداتنا بنحكي كثير عن شيء اسمه التصالح مع الذات. صحيح. شو هو التصالح مع الذات؟ هذا المصطلح يلي له كثير من المعاني أو بشكل بحياة الإنسان مفصل كثير مهم، هو ممكن يكون بحياته مع الأشخاص، بحياته العملية، وبحياته أيضا مع العائلة. مفهوم التصالح مع الذات وشو خطواته أكيد رح نتعرف عليه مع الأخصائية النفسية والاجتماعية عزة كردي. صباح الخير. يسعد صباحكم. صباح الخير والحب لبلدنا الحبيب سوريا. يسعد صباحك يا عزة. يعني عم نحكي عن موضوع اليوم كتير مهم. نعم. ومصطلح يمكن شائع لكن ما بنعرف شو هو التعريف الخاص له. نعم. خلينا نبلش بتعريف التصالح مع الذات كمصطلح. نعم. التصالح مع الذات، تعريف السيكولوجي لهذا المصطلح، هو حالة من السلام الداخلي التي يحياها الإنسان مع تكوينه العقلي والروحي، أيضا بما يكفي من معرفته وفهمه حتى يعطي قوة ويحافظ على قوته النفسية، وبالتالي يتعامل بتلقائية مع هذه النفس حتى يرتقي بها إلى أعلى درجات القبول والرضا والقناعة. حلو كتير. يمكن هذا تعريف علم السيكولوجيا. نعم. وهو تعريف خلينا نقول علمي، خلينا نحكي عنه هيك بشكل عام، عن الخطوات يلي بيبدا فيها الشخص ليقدر يحقق هاي الشيء، لانه هو بده تحقيق، هو هدف حلو. نعم. انه يحقق. نعم. الحقيقه خطوات التصالح مع الذات خطوات كثير مهمه جدا، وبدي يعني ابدا هاي الخطوات فيني انا صنفهم، فيني انا بنتهم هيك بالطاقات الخمس. اول طاقه فيني اقولها انه هي تقبل الذات. كل إنسان لازم يتقبل ذاته حتى يقدر يتقبل غيره.
التاء الثانية هي تقدير الذات. لما أنا بدي أقدر ذاتي وأهتم فيها وأتجاوز عن أخطائي أكيد حيكون في عندي أيضا تقدير للآخرين. التاء الثالثة هي التسامح، بدي سامح ذاتي أولا حتى أقدر أنا أتسامح مع الناس الآخرين. التاء الرابعة هي التفاؤل وتوكل على الله، دائما بدي يكون هذا سلاحي بالحياة. والتاء الخامسة هي التمسك بالجوهر، يعني دائما أنا لازم يكون عندي تمسك بجوهري وبمعدني الأصيل حتى أتمسك فيه، مو مشان بس أرضي الآخرين أو حاول نغير من نفسي. نيجي للخطوات الأهم كمان، التفكير الإيجابي والتغييرات الإيجابية بالحياة لازم دائما الإنسان يحاول يشتغل عليها. تخلي عن الخرافات والجهل دائما وتوجه للعلم والمعرفة. عدم التعصب للرأي، دائما الإنسان لازم يكون عنده الاحترام لوجهات النظر. كمان فيني أقول الابتسامة دائما، هي عنصر مهم جدا من عناصر الخطوات التصالح مع الذات. وفينا نقول كمان أيضا العودة بالماضي لذكريات الجميلة، دائما الإنسان لما بيرجع لذكرياته القديمة بياخد أول ذكرى كانت بحياته، أول مقولة حفظها، بيحاول أنه يمسح كل الذكريات أو المواقف المزعجة ليكون عنده ذهن صافي. وأخيرا وليس آخرا، ممارسة العبادات الروحية حسب الديانة التي ينتمي إليها الإنسان. صحيح. فهي كتير تساعد وتدعم هذه الأمور والتصالح عند مع الذات. نعم عزاء، خلينا نسألك سؤال، هل النضج بالعمر مرتبط بالتصالح مع الذات، خاصة أنه يمكن الخبرات الحياتية يمكن تثقل كتير من شخصية الإنسان ليوصل لهي المرحلة؟ يمكن قرينا عنها، هي اسمها المرحلة الملكية، أنه متصالح مع ذاته ما عاد بيعني لا كلام سيء، لا خلص هو مقدر ذاته، متصالح مع ناس مع ذاته وبيقدر الآخرين، بيحترمون حسب وجهة نظره. أكيد النضج كتير بيلعب دور مهم، أصلاً النضج هو يعني بيخليك توصل إلى مراحل عالية من التصالح مع الذات أيضاً. وكمان الإنسان الناضج إنسان بتحسي إنه حياته بشكل عام هي حياته تسير بشكل جيد وراقي، كيف بيعرف هو يقدر يتفاعل مع الأمور بشكل عام. فالنضج له دور كتير بوصول الإنسان لمراتب عالية من التصالح مع الذات. أكيد صحيح. يمكن هي التاء اللي ذكرتيها بكل كلمة فينا نقول هي التاء السحرية أو التاء الإيجابية لنقدر نبدأ فيها هيدا المرحلة اللي هي التصالح مع الذات. قد ايه التصالح مع الذات هو شيء إيجابي للذات الداخلية وأيضا المحيط، وهل أحيانا تخلق شيء أو أثر سلبي بالمحيط؟ أكيد التصالح مع الذات كتير أثار حلوة وإيجابية على المجتمع، لكن في حال لم يكن هذا الإنسان عنده تصالح مع ذاته، فبالتالي يعني فيني أقول من الآثار السلبية لهذا لعدم التصالح، فينا نقول دائما الخوف. الإنسان دائما الغير متصالح مع نفسه يكون عايش في حالة من الخوف الدائم والتذمر الدائم. الإنسان الغير متصالح متذمر بشكل دائم من كل الأشياء والمواقف، فالتذمر والخوف. وفينا نقول أيضا تفكك بالعلاقات، تفكك بالعلاقات الأسرية بشكل أساسي، وأيضا مما يساهم أيضا يعني بخلق مشاكل اجتماعية على صعيد أسرته وعلى صعيد المجتمع، وبالتالي بيكون في عنده إخفاقات أيضا ربما في مجال عمله وفي مجال علاقاته الأسرية. نعم، يعني اليوم نحن عايشين بظرف كتير صعب. نعم. إن كان ضغوط اقتصادية، ضغوط حياتية، يمكن شوية الحذر من المرض والوباء مثل ما بيقول كورونا، فهذا كله عم بيسبب ضغط على النفس يعني وعلى نفسية الإنسان. بتلاقي في ناس مكتئبة، في ناس وصلت لمرحلة التأمل فيها أنه عملت تصالح مع الذات. أهمية التصالح مع الذات بحياتنا وخاصة بهاي الفترات اللي نحن عم نمر فيها، لانه نحن عايشين مثل ما بيقولوا بعصر الجنون، عصر مواقع التواصل الاجتماعي، عصر يعني نحن بعدنا عن كل شيء واقعي ورحنا للعالم الافتراضي. صحيح. اهميه التصالح مع الذات بدايه بالدرجه الاولى، التصالح مع الذات يحرر الانسان من الخوف ويدعم استقراره ويدعم شعور الاستقرار لديه بالامان، بالامان بالمحيط، بالامان بالحياه، بالامان بكل مجالات الحياه. صحيح. اهميه التصالح بيعطي الانسان قوة ذاتية في مواجهة الضغوط والأزمات. لما بنوصل نحن لمرحلة جيدة من التصالح مع ذات، أكيد نحن بنكون قادرين إنه نحن نواجه الضغوطات والأزمات اللي عم نمر فيها. إضافة إلى أن التصالح مع ذات بخلينا نكون عنا علاقات أكثر حكمة في المجتمع، ودائما المجتمع اللي بيكون أفراده وهني أشخاص متصالحين مع ذواتهم هو بيكون مجتمع ناجح، وبيكون أيضا مجتمع يسير بشكل صحيح في يعني في تنميته بشكل عام، لأنه بيبدأ من الأفراد بالأسرة الصغيرة وبينتهي بالمجتمع وهكذا. أكيد. عزة بيقولوا الصحة النفسية هي يعني
بتخلي الصحة الجسدية عالي العال مثل ما بيقولوا. قديش مهم التصالح مع الذات للسلامة النفسية الداخلية وانعكاسها أيضا على القوة البدنية، على ممارسة الرياضة خلينا نقول الصبح، على يعني نبلش يومنا بمحبة بطاقة بعدم تذمر مثل ما قلتي. أكيد الصحة النفسية هي كتير شيء وهو بند أساسي لنحافظ نحن على صحة أيضا عقلية وعلى وصحة بدنية. دائما نحن بنعرف إنه دائما الأمراض هي منشأة، معظم الأمراض منشأة نفسي، فلذلك كل ما نحن حاولنا إنه نحن نحافظ على صحتنا النفسية من خلال السلام اللي نحن لازم نوصل له، من خلال البنود اللي حكيتها، الخطوات اللي قلتها من شوي، بضيف عليها أيضا كمان ممارسة الرياضة هي شيء كتير مهم، التأمل. دائما نحن نحاول إنه نحن نحرر أنفسنا من أي طاقات سلبية على الأقل في يوم، كل يوم بيومه، حتى نقدر نحن يعني نعيش لليوم الآخر واليوم التالي نحن مرتاحين. وهذا الشيء بيقدر الإنسان أنه يقدر يحصل عليه، وأكيد قادر، والإنسان عنده قوة هائلة ليقدر أنه يتحدى كل الظروف ويتخطاها. في خطوات يعني خلينا نحكيها عزة لهيك الوصول إلى التصالح مع الذات، يعني عم نشوف مثلا على مواقع التواصل، على الإنترنت، حتى ببعض الكتب مثل مثلا The Secret المشهور للطاقة الإيجابية، أو حتى الخوض بالمجتمعات والكونيات. في الواحد إذا اتبع هي الطرق يوصل لقناعة أو فكر ليتصالح مع ذاته، ولا لا هي تدريب أو خبرة أو نضوج؟ هلأ هو كل هدول العوامل المجتمعين، تدريب، خبرة، نضوج، قناعة، وبالتالي تقبل. يعني أنا بتقبل الواقع اللي أنا عايشة فيه، بتقبل نفسي، بتقبل أخطائي، بتقبل الشخص الآخر، بتقبل الشخص الآخر، بتكيف، بتعايش. يعني ما بيكون عندي هاي القدرة أو التذمر والحالة من الفوضى دائما، الاختلاف. ونقطة أساسية التعميم، يعني نحن بدنا نحاول ما نكون ما نعمم بحياتنا، لأن التعميم دائما ينفي خصائص الأشياء والأفراد. بدنا نحاول أنه أي شيء بيصير بالحياة ما بدنا نعمم فيه، صحيح، ولا بدنا نخصص حدا. فبالتالي مو كل حدا فينا سيء ولا جيد بالمطلق، نحن مزيج من الحالتين، صحيح. فبالتالي كل الأمور اللي ذكرتيها مجتمعتان بتساهم لوصلنا لسلام داخلي، لكن نحن إذا كنا نحن مقررين جواتنا، يعني أنا لما اليوم بدي أوصل لسلام داخلي اتقبلك، إذا أنا بالأساس مو متقبلة نفسي، إذا أنا أساس عندي دائما جلب ذات لنفسي، فشي أكيد ما رح أوصل أنا لهذا السلام. فبالتالي يعني الخطوات هاي لما الإنسان بيمارسها يوميا يوميا مع التدريب بيوصل، أكيد بيوصل. تماماً. يمكن من حديثك هاد فينا نستنتج استنتاج مثل ما بيقولوا، اللي ما بيحب نفسه ما بيقدر يحب غيره، واللي ما بيتقبل نفسه كمان بيكون عنده مشكلة بتقبل الآخر. يمكن التصالح مع الذات هو البوابة لنقدر نحن، أو الخطوات اللي ذكرتيها هي بوابة لنقدر نحن نعيش بسلام مع الآخر، هو أنه نحب حالنا وقدر نفسنا، صحيح، لنقدر نقدر الشخص اللي مقابلنا. قديش مهم تقدير الذات يمكن كخطوة من خطوات التصالح؟ تقدير الذات أهم مرحلة من الخطوات اللي ذكرتها، لأنه تقدير الذات كل ما أنت بترتقي بذاتك وبتقدريها وبتحاولي أنك أنت تكوني لطيفة وتحاولي أنك تكوني حنونة عليها، لأنه هي ذاتك، هي اللي عم تحاول أني أنت تحاولي أنك تطبطبي عليها، تحاولي أنه أنت تتقبليها بضعفها، بسلبياتها، بإيجابياتها، تركزي على نقاط القوة والضعف بشخصيتك، تحاولي تشتغلي تنتقلي من نقاط الضعف إلى نقاط القوة، وبالتالي القوة إلى قوة أكبر. وأيضا من الأمور مهم جدا انه نحن بدنا نقول انه تقدير الذات هو ليس انانيه، على العكس هو واجب. يعني تقدير الذات في ناس بيقولوا انه هو اناني، لا هو مو اناني ابدا، تقدير الذات هو واجب. والانسان كل ما بيكون عنده القدره وكل ما بيكون عنده ايضا هو القوه ليقدر ذاته، بالتالي ينتقل تقديره الى الاخرين بمراتب عاليه جدا. طب حسب هيك خبرتك والدراسات، انه اكثر يمكن الأنثى أم الذكر أو الرجل مثل ما نقول هو يعني قابل للتصالح مع الذات؟ هلأ نحن ما فينا نحط إنه مقارنات بهذا الموضوع، لأنه الإنسان اللي بيكون عنده تقدير لذاته هو بالنهاية ما في تعلق أو ما في تخصيص بالذكر أو الأنثى، لأنه دائما نقول نحن لكل قاعدة استثناء. أكيد في عنا رجال كتير بيقدروا ذاتهم، وفي عنا نساء كمان كتير بيقدروا ذاتهم، بس نحن اللي بدنا نقول دائما إنه تقدير الذات هو يكون لمرحلة معينة. يعني تقدير الذات وليس بين الأنانية، تماما تماما، لا مو بس بين الأنانية، كمان بين الغرور والكبرياء. يعني أنا لما
بدي اكون عم قدر ذاتي، وانا بكون عم حاول انا اني اكون انا اتعامل، حكيت بدايه التعريف، بتلقائيه وبهدوء وبنوع من التواضع مع الناس، يعني اكون انا مقدره لذاتي وبالتالي مقدره لذوات الاخرين، ما يكون عندي كبرياء ابدا. فبالتالي الرجال والنساء هم في منهم في كفات متساويه. نعم للامرين، في نساء طبعا اكيد هن بيكون عندهم تقدير لذواتهم اكثر، وفي رجال بيكون عندهم تقدير لذواتهم اكثر. بتتبع كمان حسب قدره الشخص، حسب استيعابه، حسب دراسته وتدريبه ونضوجه، خبراته، المواقف والمشاعر والافكار اللي تعرض لها بحياته. تمام. بالختام عزة بدنا نشكرك، وايضا يمكن البيئه، خلينا نقول قبل الختام، البيئه بتلعب كثير دور بالتصالح مع الذات للانسان، البيئه السليمه ان شاء الله يا رب هيك، الله لا يحرمها لحدا، واصح العائله المترابطه. دائما احيانا ظروف خارجه عن الاراده بتحكم، ولكن الانسان بيبين قوته بانه هو يكون متفرد عن جميع الظروف الخارجيه. صحيح. شكرا كثير لوجودك معنا، شكرا للمعلومات اللي قدمتيها، وهيك ان شاء الله يا رب كلنا بنتصالح مع بعضنا ان شاء الله. حبيبتي شكرا كثير لاستضافتكم الكريمه، صباح الخير. شكرا لوجودك. شكرا. معنا، ودائما التصالح مع الذات ينبع من التقدير وحب الذات حتى نحب فعلا. صحيح. الاخرين. شكرا لوجودك. شكرا معنا يا عزة، شكرا لاستضافتكم. هيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا الصباحية لليوم. زينب، بدي أتمنى لك نهار جميل مع هالمطرات ودافي أكيد مع تنزيل الشتوي والصيفي. نتمنى على مشاهدينا بقية نهار يحمل كل الدفى، الدفى بالقلوب أيضا، إذا كان في هيك دفى بالقلوب أكيد رح نشعر فيه بالمحيط الخارجي. إن شاء الله نكون قدرنا نوصل لكم الرسالة والمعلومات اللي بتهمنا وبتهمكم. إلى اللقاء، يعطيك العافية زينب. يعطيك العافية سالي، ونهارك سعيد كمان، ونهار سعيد لكل مين كان معنا برحلتنا الصباحية لليوم. إن شاء الله نكون قدمنا لكم الفائدة والمتعة. أكيد بتمنى لكم نهار دافي وأوقات كتير حلوة مع العيلة، وأكيد مع شوربة العدس اللي هلأ كل العيلة السورية أكيد عم اليوم حضرتها بهالبردات. ذكرتينا فيها. أكيد بهالبردات. أكيد بتمنى لكم يوم كتير حلو مع الأهل والأحباب، وهيك إن شاء الله مع الانفراجات على كافة الأصعدة. بكرة بجدد صباحنا من مطعم رمان الساعة 9 صباحا، كونوا معنا وإلى اللقاء. باي باي.